متابعين الكرام، والانطلاقات تستمر والتحديات على أرضية ميدان دستور لسباقات الهجنة العربية الأصيلة والجيل الصاعد والناشئ. ما شاء الله، انطلاقة موفقة نتمناها لهذه الأسماء. شوط الجعدان ينطلق، وحمد بن خليفة بن سلطان بن درويش على ما يظن شعاره يقدم شاهين على المركز الأول، ولكن شوف التسللات من البداية ما شاء الله، مشاكل. مطر بن سعيد بن المرير الافتبي بن مرير ما شاء الله يأتي هنا ويحضر ويقدم مشاكل، ولكن من الزاوية هناك الأخرى نتابع شاهين لمحمد بن سلطان بن يراح الافتبي خاطفا هذا المسار. بن مرير على المركز الثاني، والمنصوري قادم هنا، أحمد بن خليفة بن سلطان المنصوري مع شاهين على المركز الثالث والمركز الرابع، وصل وتقدم في هذه اللحظات. وتابع نجد القادم، نجد لعبد الله بن خليفة بن سالم بالصقعة الغفلي، والمركز الخامس، المركز الخامس وصل وتقدم سعود مطر بن أحمد بن عبد الله بالعبيدة. يا سلام يا سلام على هذه الأسماء، نتابع الأسماء القادمة، نتابع الشعارات القادمة وكيف أن وصل. أحمد بن راشد بن ناصر بن سعيد الشامسي قادم الشامسي، ولكن عودة مع البداية لـ400 متر الأخيرة المتبقية عن خط النهاية. مشاكل وكيف أن ومشاكل. ما شاء الله على هذه الانطلاقات في اللحظات الأخيرة. الشامسي ومن الجانب الآخر هنا يأتي مشاكل. مطر بن سعيد بن مرير الاكتبي ما شاء الله اللحظات الأخيرة، سلالة مشاكل خرقت من الأم ما شاء الله. الأمتار الأخيرة روح يا الاكتبي، تهانينا والناموس لمالك. مشاكل. مطر بن سعيد المرير الاكتبي مشكور. المركز الثاني هذا اللي وصلنا، هذا الشامسي وصل مع كيفان، واللي دخل عليهم وسوالهم جنجال هذا السريع. مشكور يا محمد بن علي بن علوان الاكتبي، يا بن علوان اخرت السريع اللي وصلنا وفاجانا في الامتار الاخيره. وينك يا ابو سلطان؟ دقيقتين و12 التوقيت الزمني، هكذا هي النتيجة ما شاء الله تبارك الله على هذه الأسماء، على هذا الحضور هنا مع هذه الانطلاقات. تهانينا والناموس لمالك. مشاكل وسلالة مشاكل خرقت من الأم، من الأب، نعم خرقت من الأب. وسلام يا مرغم مع هذا الانتاج، وسلام مطر بن سعيد المرير الاكتبي. ما اعرف اسمك ولكن حلو ما شاء الله في الأداء. يا سلام يا مشاكل. المركز الثاني كان الدخول جماعي، كان دخول كيفان بشعار أحمد بن راشد بن ناصر بن سعيد الشامسي، والسريع الذي أتى بسرعة غير طبيعية ما شاء الله في الأمتار الأخيرة. محمد بن علي بن علوان الاكتبي مشكور يا بن علوان. بن علوان عطنا علومك هنا مع هذه الانطلاقات، هكذا هي النتيجة. والتوقيت لازال التوقيت يغرد خارج السرب هنا.